السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم على آية عظيمة معجزة. هذه الآية بفضل الله إذا رددتها قبل نومك 7 مرات بهذه الطريقة انتظر البشرى المفرحة والبشارة السعيدة في اليوم التالي. أقول لكم يا جماعة أن الآية اللي هقول لكم عليها النهاردة من الآيات العظيمة جدا في القرآن الكريم، وإنت بس يا دوبك ترددها قبل النوم بهذه الطريقة 7 مرات، وفي اليوم التالي يعني يا دوبك بعد ما تستيقظ هيحصل معاك حاجة من 2: إما أن الله تعالى سيريك البشارة في منامك، يعني يخبرك بأن أنت تحصل على كذا في المستقبل، والآية دي فعلا كانت بتستخدم في الكشف المنامي، وإما أن الله تعالى سيريك بعض الكرامات الخاصة بهذه الآية اللي هتنعكس على حياتك من رزق وفرج ومال وغير ذلك من الثمرات والفوائد اللي أنت هتشوفها بعد ما تقرأ الآية وبعد ما تطبق الفايدة زي ما أنا أقولها لك بالظبط. فهبدأ على طول في ذكر التفاصيل وإيه هي الآية ونقرأها إزاي بالظبط قبل النوم. وزي ما قلت لكم أنا كنت حريص أن أنزلها في المساء، يعني نزل الفيديو ده في المساء عشان يدوبك بعد ما تشوف الفيديو تخش تطبق الفايدة على طول. فهبدأ على طول في ذكر التفاصيل. بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل، أتمنى لو كنت جديد معايا في القناة تشرفني وشارك في القناة، لو أنت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوة حلوة بالتوفيق. وعشان ما أطولش عليكم يا جماعة هبدأ على طول في ذكر الفايدة. يا جماعة هذه الفايدة لا يشترط فيها يوم معين، يعني اعملها في أي يوم، بس الشرط الأساسي أن أنت تعملها قبل ما تنام مباشرة، يعني يدوبك بعد ما تقرأ الآية بهذه الطريقة تنام مباشرة. ما ينفعش تقرأها وبعد كده تروح تكلم حد وكده، لا، تخلص قراءة هذه الآية وتذهب للنوم مباشرة. قبل ما تنام بفضل الله تبقى طاهر ثوبا وبدنا ومتوجها للقبلة، وقبل ما تبدأ الفايدة تصلي ركعتين لله عز وجل. وأول حاجة تعملها تقوم بقراءة سورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد. تقرأ هذه السورة 11 مرة بالعدد، هتقرأ سورة الإخلاص 11 مرة. بعد ما تقرأ سورة الإخلاص 11 مرة تقول هذه الآية العظيمة 7 مرات، والآية هي بسم الله الرحمن الرحيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه هي الآية اللي انتوا هتقولوها 7 مرات. بعد كده هتقول الدعاء اللي أنا هقوله لكم ده 3 مرات، والدعاء هو اللهم أرني البشارة إنك لطيف خبير. هذا هو الدعاء اللي انت هتقوله 3 مرات، وطبعا التفاصيل موجوده في صندوق الوصف. انا جربت الفايده دي وزي ما قلت لكم هتشوف البشاره في اليوم التالي، وبكده يكون الفيديو خلص. اسال الله ان يوفقكم احبابي ويحقق لكم كل ما تتمنوا يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.